السلام عليكم. أكبر هجوم من المقاومة العراقية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات لاعتراض مسيراته في الأغوار وجنوب هضبة الجولان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. ظهرت لقطات مصورة مساء يوم الأحد محاولات أنظمة الدفاع الجوي للاحتلال اعتراض طائرات مسيرة عراقية في منطقة الأغوار وهضبة الجولان شمال الضفة الغربية المحتلة. وكما تؤكد العديد من التقارير، فهذا يعد من أكبر الهجمات التي نفذتها المقاومة العراقية في تصعيد كبير مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في الساعات الأخيرة في جنوب الجولان وفي وادي بيت شان، تمرز طائرات بدون طيار انطلقت من العراق وعبرت إلى داخل البلاد من سوريا، حيث تم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية والطائرات المقاتلة من أجل اعتراض هذه الطائرات. وتؤكد تقارير عن إصابات مباشرة ضد عمق الاحتلال العدو الإسرائيلي، لكن إعلام العدو وكذلك جيش الاحتلال يتستر عن هذه الخسائر بعد الضربة التاريخية التي نفذتها المقاومة العراقية الإسلامية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.